مع كل هذه الهموم والتحديات في هذه الذكرى الثلاثين لتأسيس الحركة الإسلامية حركة النهضة بتونس، يحدثنا اليوم الشيخ راشد في لقاء مفتوح حول تحديات الواقع وتحديات التاريخ وما تطمح إليه حركة النهضة من إنجازات وما تتطلع إليه من بناء في تونس، فليتفضل ثم بعد ذلك يفتح المجال لمن شاء منكم أن يسأل أو أن يتدخل أو يستوضح، وليتفضل الشيخ راشد. الحمد لله الذي مد الله في أعمارنا حتى أدركنا هذا اليوم، اليوم الذي نسير فيه في بلادنا من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها آمنين مطمئنين أحرارا. نترحم على على شهدائنا، فدماؤهم التي باركها الله سبحانه وتعالى هي التي أعادتنا إلى بلادنا، وهي التي أطاحت بالطاغوت، وهي التي بدلت موازين القوة وجعلت الشعب سيدا، وهي التي أضاءت الشرارة التي انطلقت منها، أضاءت سماء العالم العربي وغيرت الصورة عن العربي وعن المسلمين. فلطالما قالوا بأن تحدثوا عن الاستثناء العربي، أن العرب استثناء من الديمقراطية، الديمقراطية تجولت في العالم كله إلا العالم العربي بقي ثقبا أسود، وقيل هذا راجع إلى الدين، راجع إلى الإسلام ونزوعات المحافظة، وأن هنالك عائقا في العربي راجع إلى ما أدري جيناتهم وإلا راجع إلى عقائدهم وثقافتهم. اليوم يدخل العالم العربي انطلاقا من الشرارة التي انطلقت من تونس، يدخل زمنا جديدا. نستطيع أن نقول باطمئنان هذا الزمن هو زمن الحرية، هو زمن الإسلام إن شاء الله. التحديات التي تواجه اليوم الحركة الإسلامية سواء في البلاد التي أنجزت فيها الثورة أو في البلاد الأخرى التي تعمل أجهزة الثورة فيها، أو البلاد الصنف الثالث من العالم العربي الذي يتحفز للثورة. الثورة التي انطلقت من تونس أثرت في هذه المنطقة كلها، بل أخذت تؤثر في العلاقات الدولية وتقدم صورة جديدة عن العرب وصورة جديدة عن الإسلام والمسلمين إن شاء الله. التحديات التي تواجهنا لا تزال في بدايتها. الخطوة قطعت أن طاغوتا مسلحا بعشرات الآلاف بل مئات الآلاف من المخابرات ومن الميليشيات أطاحت به ثورة سلمية خلال 4 أسابيع فقط، جعلته طريحا أرضا بل طائرا يبحث عن مكان يؤويه في هذا العالم. فلا قبلته دولة كان يوليها ولا وجد أرضا، إنما هو اليوم خائف يترقب، بينما الحركة الإسلامية التي طالما نعاها وأعلن وفاتها، يشاء الله سبحانه وتعالى أن المسافة التي فصلت بين خروجه خائفا يترقب وبين عودتنا مكرمين معززين، هذه المسافة لم تكن بعيدة، ويشاء الله أنه تقريبا في نفس الفترة التي حكمت محكمة بحظر الحزب، حزب التجمع، حزب الفساد والاستبداد الذي حكم البلاد نصف قرن تزيد، أنه في نفس الفترة التي خلع فيها الحزب الحاكم هي نفس الفترة التي تم الاعتراف
فيها بحركة النهضة. الحقيقة أننا طالما أرغبنا في أن نتعايش معهم ولكنهم رفضوا إلا أن ينفردوا بالبلاد، وحاق بهم وعد الله بالظالمين، إنه لا يفلح الظالمون. هذه الثورة لا تزال كما قلت في بداياتها بقايا النظام القديم، لا تزال ماسكة بالأوضاع إلى حد كبير، الأوضاع الإعلامية والأمنية والسياسية والمالية والعلاقات الدولية، ولكن حركة التغيير ماضية، نحن أمام ثورة حراسها لا يزالون في الساحة يراقبون النخبة السياسية. ونستطيع أن نقول المشهد العام اليوم في تونس هو كالتالي: شعب في اتجاهه الأكبر هو اتجاه نحو الحركة الإسلامية، ولقد قمنا بجولة في أرجاء البلاد من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، فكان كل استقبال ينسينا في الذي قبله من حيث الترحيب. إن الشعب يحيط الحركة الإسلامية ورموزها بفيض عارم من المحبة ومن الولاء، وهو أمر يلفت الأنظار. عدد من الباحثين جاءوا يحللون هذه الظاهرة. سألني باحث أمريكي يوم الأحد الماضي يقول: الحركة الإسلامية، حركة النهضة، غابت 20 سنة على الأقل غيابا كاملا عن الساحة. سجن منها في بداية التسعينات حوالي 30,000، فلم تبقى أسرة في تونس إلا وفيها نهضوي، إما معذب وإلا مشرد وإلا سجين وإلا في الأقل مطرود من شغله. كيف في أيام معدودات أعادت بناءها التنظيم؟ الجميع اليوم يتحدثون أن النهضة أكثر الحركات انتظاما، أنها حركة منظمة من خلال اللقاءات التي تجمع عشرات الآلاف في كل واحدة منها أو في كثير منها، وأن مراكز الحركة امتدت على طول البلاد. يقول: هل كان عندكم تنظيم سري يعمل خلالها المدة الطويلة ثم في لحظة واحدة خرج من تحت الأرض؟ قلت له: والله هذا يعني مجد لا ندعيه، لم يكن عندنا تنظيم في الحقيقة، فكك النظام تنظيماتنا كلها، لم تستعصي عليه، لم يستعصي عليه إلا ما اختزنه الشعب في قلوبه من وفاء ومن محبة لهذه الحركة وما ترمز إليه من قيم ومن دين. هذه الاستقبالات التي حظينا بها منذ عودتنا في تقديرنا تعبر عما أودعه الله سبحانه وتعالى في قلوب خلقه من أن هذه القلوب هي بيد الخالق، وأن أجهزة الدولة مهما عتت ومهما تغلغلت قلوب الناس بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف تشاء. شعبنا لئن عجز في لحظة تاريخية قاهرة أن ينتصر لنا، لكنه اختزن مظلوميتنا والوفاء لنا ومحبتنا، وكلما مر الزمن إلا ووطأة السلطة زادت عليه ثقلا إلا وتذكر أولئك، كما تذكر أهل الكهف، كما تذكر الجيل الثالث من أهل الكهف، قالوا: والله إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقالوا إيش؟ قالوا بأننا سنقيم عليهم مسجدا. إيش؟ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يعني نوع من الوفاء، نوع من التكفير عن التقصير في نصرة أولئك في يوم من الأيام. وهكذا الشعوب تتوارث أجيالها، أجيالها تتوارث المظالم، تتوارث ما حاق بتلك الشعوب من محن.
جيل التسعينات في الحقيقة حيث غبنا بالكامل تحت وطأة السلطة، ولد جيل في التسعينات لا يعرفنا، ولكن ولد جيل في حالة في مناخ عام من الهم والغم والحزن، ولد جيل على مشهد عيون أمهاته وخالاته وعماته وجداته ممتلئة بالدموع، يسأل لماذا تقول له عمك خالك جدك، يعني مسجون مشرد مظلوم مطرود من شغله. هذا الجيل جيل الغضب هو الذي فجر هذه الثورة، ولذلك لا عجب أن كان الثورة يستفيد منها الجميع، كل أبناء البلد استفادوا إلا العملاء والخونة في الحقيقة، عامة الناس بكل اتجاهاتهم حررتهم الثورة، يعني كسرت القيود عن رقابهم فاستفاد الجميع. لكن المؤكد أن أكثر المستفيدين أكثر الرابحين في هذه الثورات هم أبناء الحركة الإسلامية، لأن أبناء الحركة الإسلامية هم أكثر من دفع الأثمان الغالية خلال ربع قرن وأكثر من ذلك. ولذلك كما كان رسولنا عليه الصلاة والسلام يدعو في أهل مكة عندما أبوا أن يتبعوا نهجه، طرح عليهم خيارا آخر: خلوا بيني وبين الناس، أطلقوا الحريات، اجعلوها سوقا حرة يختار الناس فيها أي سلعة يشاءون. ولكن أعداء الحرية هم أعداء الإسلام، رفضوا الخيار الإسلامي كما رفضوا الحرية. ولذلك عندما رفعت الحواجز، هذه الثورة رفعت الحواجز، كان من الطبيعي أن تكون الجهة الأكثر آلام والأكثر تضحية، وانتشرت المظالم التي وقعت عليها في كل أرجاء البلاد، كان من الطبيعي أن تكون أكثر الفئات استفادة من هذه الثورة والتفافا حولها. والحمد لله رب العالمين أن المشهد اليوم كما قلت، المشهد التونسي اليوم وربما يكون المشهد المصري كذلك، يتسم بهذه السمة، جماهير تحيط الحركة الإسلامية بالحب وتعقد عليها آمالا كبرى في تنظيف الحياة السياسية وفي استعادة الأخلاق إلى السياسة واستعادة الأخلاق والدين إلى اقتصاد يعني تنصل من كل ذلك وأصبح يعني نهبا. والبارحة أعلن مسؤول في لجنة لتقصي الفساد، أعلنت هذه اللجنة أن ربع الملكية في تونس، ربع الثورات وضع عليه قاضيا وصيا، معنى ذلك أن ربع الملكية كانت تحت سلطة حوالي 120 أسرة، وفي روايات أخرى أن نصف الملكية نصف الثروة في تونس كانت تسيطر عليه 120 عائلة متصاهرة مع الرئيس المخلوع. فالحركة الإسلامية في المشهد الشعبي مشهد اليوم لا تنازع فيه، لا منافس فيه حقيقيا للحركة الإسلامية. الجزء الآخر من المشهد هو مشهد النخبة الإعلامية والمالية والأمنية والسياسية إلى آخره. هذه النخب في مشهدها المشهد العام لها أنها ليست موالية للحركة الإسلامية بل مخاصمة للحركة الإسلامية، بل كثير منها يعتبر الحركة الإسلامية عدوا ينبغي الحيلولة دونه والوصول إلى السلطة بأي ثمن. وهذا ما يفسر لنا اليوم حالة الشد والجذب. الحديث عن الانتخابات اليوم كانت له محطة مستقرة 24 جولاي، لكن النخبة استطاعت أنها تدفع الكرة إلى الأمام، أجلته حوالي 3 أشهر. لكن لا أحد يضمن أن هذا التأجيل سيكون هو الأخير. تقديرنا أن هذه النخب لا تريد إجراء انتخابات،
تخشى أن تقف على الميزان، لأن الميزان سيظهر أوزان كل الفئات. ولذلك هناك الآن صراع حقيقي بين الشباب الذين قاموا بالثورة، بين حراس الثورة وبين النخب المنتصبة اليوم خاصة في سلطة الحكم. الشباب، شباب الثورة، لا يشعرون بأن تغييرهم قد وصل إلى مبتغاه. هذه الهيئات، سواء الدولة ولا الهيئات، لا نرى فيها الكثير من الشباب، لا نرى فيها مساجين كثيرين ولا مشردين كثيرين ولا مطرودين من شغلهم، أي ضحايا العهد الماضي، ليسوا موجودين في الهيئات السياسية التي تحكم. ولذلك هنالك توتر في البلاد بين جماهير تريد تغييرا جذريا، تريد للتغيير أن يمضي إلى منتهاه، تريد القطع مع العهد البائد وإبراز عهد جديد، نظام جديد، وجوه جديدة، وبين نظام قديم هو عائد اليوم. هو في الحقيقة مش عائد، هو ما خرجش من السلطة في الغالب إلا فئة قليلة، ولكن بقية الإدارة وبقية النخب المتحكمة لا تزال في مواقعها، بل هناك نوع من التقارب والتحالف حتى بين نخب كانت في الحكم ونخب كانت في المعارضة العلمانية، هناك نوع من التحالف اليوم. فالخلاصة من ذلك بأن الثورة الآن لا تزال في خطواتها الأولى، أطاحت بطاغية، أطاحت بالخوف، الناس لم يعودوا، وهذا أهم إنجاز حققته الثورة بعد الإطاحة بالطاغية، أن الناس تحرروا من الخوف، الدولة لم تعد ترعب أحدا، الناس يمارسون سلطتهم في الشارع، فالمحافظ أو الوالي اللي يعجبهم يستبقوه، والذي لا يعجبهم يقولون له ارحل فيرحل، وهكذا مدير شركة، وهكذا وزير فيعين وزير جديد. الشباب يجوجلوه، بمعنى يفتحوا موقعه يحطوا اسمه في جوجل، اي نعم، فاذا جوجلوه تطلع مصارنه، يعني تطلع حقيقته، يقولون له ديجاج ارحل فيرحل، رحلوا اكثر من وزير واكثر من والي واكثر من رئيس مدير عام. الشعب الان يمارس سلطته على الارض، ولكن هذه السلطة لم تتحول إلى مؤسسات، هي تمارس على الأرض، وأحيانا تمارس حتى بطريقة فيها قدر من الفوضى، يقطع طريق، يقطع ماء، مورد مائي، يحرق أحيانا، تحرق مصانع، ويفعل ذلك أحيانا باسم الثورة أيضا من طرف أعداء الثورة، هنالك قدر من الفوضى. ولكن تقديرنا بأنه قد سقط الخوف، لم يعد ممكنا بعد اليوم، لم يعد ممكنا التلاعب بإرادة الشعب وممارسة الوصاية. الآن هذه الهيئات التي انتصبت بعد الثورة تمارس، يشعر الناس أنها تمارس عليهم قدر من الوصاية والالتفاف والتحيل واغتصاب ثمار هذه الثورة. نحسب إذن أن الثورة ستمضي في طريقها، ولن تضع الثورة أوزارها حتى يرى نظام جديد منتخب يعبر عن إرادة الناس، هو من الناس، كما قال ربنا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي يفكرون تفكيركم، يعيشون معيشتكم، يحملون همومكم، أنتم الذين يحكمون باسمكم وليس باسم جهات أخرى. ما هي أهم الرسائل التي بعثت بها هذه الثورة؟ بعثت برسائل كثيرة. أول رسالة بعثتها للشعب أن وللشعوب كلها، أن هذه الشعوب قادرة على أن تؤدب طغاتها، قادرة على أن تحكم، قادرة على أن تعبر عن إرادتها،
وأنه لا الأمريكان ولا الروس ولا الشرق ولا الغرب هو أقوى من هذه الشعوب. هذه الشعوب عندما استخدمت كلمة الشعب يريد، وهي كلمة لأبو القاسم الشابي ظلت هي في الحقيقة لحن الثورة وانشودة الثورة، كانت كلمات الشابي إذا الشعب يوما أراد الحياة، ولذلك كلمة الشعب يريد هي اللحن الذي يهز عروش الطغاة من الشرق إلى الغرب اليوم، الشعب يريد. فأول رسالة هي للشعوب أنها إذا أرادت فالله سبحانه وتعالى سيحقق إرادتها ويزيح أعداءها. ولذلك ولذلك الشعوب اليوم بين ثائر، هناك شعوب ثائرة، هناك شعوب تتحفز للثورة، لأن الرسالة التي انطلقت من تونس وصلت أن الشعوب إذا أرادت تفعل بإذن الله. الرسالة الثانية أن هذه الثورة ثورة سلمية، وأن الشعوب هذه المستضعفة بدون حاجة إلى سلاح قادرة على أن تحقق إرادتها. صحيح أن بعض الثورات الآن استخدم فيها السلاح، وبعد أن تعرضت هذه الشعوب لحملات شعواء، بعد أن تعرضت هذه الشعوب لتوحش شديد، ولكن يبقى السمت العام لهذه الثورات سمتا سلميا، وهذا أمر مهم جدا. والحقيقة أن من أهم المتضررين من هذا النهج الثوري، من هذا النهج السلمي الذي يعتمد بعد الله على إرادة الشعوب، من أهم المتضررين مش الحكام فقط، وإنما جماعات العنف أيضا. جماعات العنف كانت تقدم تشخيصا صحيحا للوضع، كانت تقول أوضاع العرب أوضاع سيئة، كرامة الإنسان مهانة، الشعوب غلبت علينا الأمم، نحن محتقرون لا قيمة لنا، أما الحل ما هو؟ هو الثورة المسلحة العارمة أو الثورة العالمية ضد من يقف في طريقهم. هذا النهج لم يحقق شيئا بعد أكثر من 10 سنوات من عمله، لم يحقق للأمة إلا مزيدا من الدمار. أغتنم هذه الفرصة الطيبة لأهنئ الشيخ راشد الغنوشي وإخواننا في حركة النهضة بعيدها 30، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل أن تحتفل حركة النهضة ونحتفل معها في عهد انتصار هذه الشعوب وانتصار حرية هذه الشعوب وانتصار القيم الإنسانية لشعوبنا الإسلامية والعربية. حقيقة أحب أن أؤكد على أمرين. الأمر الأول ذكره أخونا القارئ في بداية هذه الجلسة عندما ذكر قرأ في سورة النساء قوله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس فيما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. هذه الآية نزلت في أهم خصيصة من خصائص القيم الإنسانية وهي قيمة العدالة. لا أعتقد أن هذا المقام يسمح بأكثر من توجيه التحية والتهنئة لإخواننا في حركة النهضة التونسية بمناسبة عيدها 30. هذه الحركة التي صمدت في محنة الابتلاء وستصمد إن شاء الله في محنة البناء، فالتحديات القادمة تحديات البناء هي أكبر بكثير من تحديات الابتلاء، ودائما الابتلاء
بالسراء والنعماء هو أصعب وأشد على الإنسان من الابتلاء بالضراء. أسأل الله عز وجل أن يعين إخواننا في تونس في حركة النهضة على مواجهة هذه التحديات، وأنا واثق بإذن الله عز وجل أنهم قادرون على ذلك، لما نعرف من شباب هذه الحركة وشيوخها من عزيمة وتصميم على متابعة هذا الطريق، طريق الدعوة إلى الله عز وجل وتحكيم كتاب الله عز وجل وشريعته. نعرف شبابهم ونعرف شيوخهم، ولذلك نحن مطمئنون إلى أنهم سيتابعون هذا الطريق بعزيمة ونجاح بإذن الله. أقول، واسمحوا لي أن المجال كما قال الأستاذ لا يسمح، ولكن أقول على الـ أكبر كذلك حقيقة، وهذه المرة ليست أسطورة، تشارف الثورة التونسية على إسقاطها لما تسقطها بعد، حقيقة تجذر النخبة العلمانية التي تحدث الباحثون الفرنسيون عن منطقة المغرب العربي، خصوصا يعنون بها تونس والجزائر والمغرب. هناك دراسة رائعة قديمة ولكنها رائعة في المجلة الفرنسية للعلوم السياسية في سنة 1958 تتحدث عن كيف كونت فرنسا النخبة، الطبقة القيادية، لا كلاس ديريجونت، الطبقة القيادية في المنطقة. يعني في الفقرة الأولى تتحدث وهذه يعني مجلة رصينة، لاني دو لافريك دي نور، يعني حوليات شمال أفريقيا، عن أن فرنسا عملت على إيجاد طبقة قيادية لا تدين بالولاء للإسلام، وأنها نجحت إلى حين خروجها وأعطائها استقلالات شكلية لهذه البلدان في تكوين هذه النخبة على الصعيد الثقافي وعلى الصعيد السياسي وعلى الصعيد العسكري، وأنها أعطت استقلالات شكلية في فترة كانت قد بدأت في بناء هذه النخبة على الصعيد الاقتصادي. أيها الإخوة، أهنئ حركة النهضة على في هذه الذكرى المباركة، وأهنئ الشعب التونسي على بنجاح ثورته المباركة التي كانت أيضا مثالا للشعوب العربية، أو على الأقل بداية وانطلاقا للثورة العربية. بعد ذلك جاء الإخوة في مصر، وكانت أيضا تلك الثورة ثورة يعني عظيمة حقيقة في حجمها وفي تأثيرها على المنطقة ككل. أيها الإخوة، تونس وحركة النهضة، حركة النهضة في تونس تمثل اليوم أمل الشعب التونسي دون شك في ذلك. هذه الحركة التي تعرضت للاجتثاث، أو هكذا أرادوا لها، هذه الحركة التي تعرضت للتشويه، تذكر الآن كل الدراسات أنها الحركة رقم واحد والحزب رقم واحد في تونس. إذن أيها الإخوة، كل ما تعرض له الشعب التونسي من محاولة لغسيل الدماغ ثبت أنه بفضل الله عز وجل ثبت أن هذه العملية كانت فاشلة، وأن الشعب التونسي عظيم الانتماء لدينه، عظيم الانتماء لحضارته، عظيم الانتماء لأولئك الذين ضحوا من أجله. هذه الحركة أيها الإخوة ضحت كثيرا، كثير من رجالاتها استشهدوا داخل السجون وتحت التعذيب، كثير من رجالاتها شردوا من ديارهم، حتى يعني يصدق فيها قول القائل: صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. لكن الله تبارك وتعالى أراد لهذه الحركة، أراد أن يكرم هذه الحركة، وأراد أن يكرم رموز هذه الحركة، وأن يعيدهم إلى تونس معززين مكرمين، وأن يكرم هذا الشعب التونسي العظيم الذي كان يعني وفيا لدينه ووفيا لحضارته. ونحن أبدعنا الثورة، ويحق لنا اليوم، بل ويتوجب علينا أن نبدع الفرح. نبدع الفرح لأننا انتصرنا على الدكتاتور،
انتصرنا على السجون، انتصرنا على سياط الجلادين، انتصرت دموع الأمهات ودموع الثكالى وصرخات الأيتام، انتصرت على سياط الجلادين، انتصرت على سياسة التجويع، انتصرت على السجون، وانتصرت على سياسة الموت البطيء التي مارسها الطاغية المخلوع لأكثر من عقدين من الزمن. صحيح أن الثورة حتى الآن إنجازاتها لا تزال في البداية، أسقط الدكتاتور وأسقطت معه الخوف، وهي بصدد أن تترجم نفس شعاراتها إلى نظام سياسي حر عادل. أسقطت الثورة رفعت حتى الآن من المستوى الخلقي للناس، رفعت من المستوى الخلقي للناس، فالناس الآن في تونس الروابط بينهم أشد، روابط الأخوة والجيرة أشد، استعدادهم للتضحية أكبر، لأن الإنسان عندما يصل إلى مستوى التضحية بروحه فما دون ذلك من باب أولى. استقبل التونسيون حوالي ربع مليون من إخوانهم الليبيين، لم يستقبلوا في مخيمات كما يحصل عادة، وإنما استقبل هؤلاء في البيوت وسكنوا في القلوب قبل أن يسكنوا في البيوت. ولذلك أنا أحيي الشعب التونسي على كرمه الذي عبر عنه إزاء أشقائه الليبيين. 5000 أو 6000 عبروا المتوسط إلى إيطاليا، كادت الحدود أن تقطع بين الدول الأوروبية وأن يوقف العمل باتفاقية شنغان، بينما 250,000 تم استيعابهم في البيوت وفي القلوب. الثورة أيضا جعلت التونسي أكثر هدوءا وأكثر اطمئنانا رغم الوضع المادي صعب جدا. الآن هناك إحصائيات رسمية على أن نسبة الطلاق بالمقارنة بين الأربع أشهر من السنة الماضية للأربع أشهر هذه من الثورة، نسبة الطلاق انخفضت كثيرة، لأن التونسي تحت قمع الشرطي كان يرد الفعل فيه كان يرد الفعل البيوت عاشت أمن، الآن تعيش أمن، لأن التونسي مقهور في الخارج فيأتي فشغله في المرأة وطلاق وضرب وما إلى ذلك. نسبة حوادث الطرقات انخفضت كثيرا أيضا، لأن التونسي كان يفشغله في البنزين، يدوس على البنزين حتى يعوض عن قهر الشرطي. مؤشرات كثيرة، يعني عيادات الأمراض النفسية الآن تشكو الإفلاس، ما عاد ماشي حد إلى العيادات النفسية، لأن التونسي يعيش حالة هدوء ورضا واطمئنان رغم الوضع المعيشي أصعب، ولكن الناس يعيشون حالة نشوة وحالة انتصار وثيقة بأنفسهم. وأحسب أن هذا سيترجم، سيمثل رصيدا ورأس مالا للتغلب على المكايد التي تتعرض لها الثورة الآن. في الأخير لا أملك إلا أن أدعوكم إلى أن تحيوا أخواتنا اللائي كن القلاع التي حافظت على الحركة أيام المحن. في الحقيقة لولا توفيق من الله وصمود الأخوات لانهار المساجين ولانهار المشردون، ولكن صمود المرأة التونسية وراء القضية هو الذي أبقى على حياة للحركة. هذه الحركة هجرت إلى أكثر من 50 دولة، حتى أنه تنافسنا مع الإخوة الفلسطينيين في اتساع في يعني في التشرد والتوزع على البلدان،
وأنا هنا أحيي الإخوة الفلسطينيين الذين يجتمعوا في هذا النادي الذي طالما اجتمعنا فيه وانتصر لقضيتنا، كما أحيي قناة الحوار وهي شريكة في هذا النصر. والحقيقة أن الإخوة الفلسطينيين على رأس من وقف معنا في محنتنا، وهم أكثر الشعوب العربية والإنسانية محنة، ولذلك يعرفون ماذا تعني المحنة ولا يحتقرون حركة ممتحنة وإنما يقفون معها. فالفلسطينيون كان لهم استثمار كبير في تونس، تهنئة لهم والتحية. طيب، إذن أنا في الأخير أقول من الدروس الأساسية لهذه الثورة أننا ينبغي أن نجدد الثقة بعد ربنا سبحانه وتعالى، أن نجدد الثقة في شعوبنا. لا تسيئوا الظن في شعوبكم، شعوبكم مستودع عظيم للخير والكرامة، فإذا رأيتموها وكأنها وهن عزمها فلا تبتئسوا واصبروا، ففي شعوبنا الخير كثير والخلل في النخب. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، والسلام عليكم. أرجوكم أن نلتقي في تونس إن شاء الله قريبا. عندما أسست حركة النهضة وأي حركات تنتسب إلى الفكر الإسلامي ونظرت إلى واقعها لم يكن واقعها ينبئ بأن هناك حركة تغيير ستأتي، ولكن عملية النظر والتصبر والتصابر إلى المستقبل كانت عاملا مهما. وهنا أستدعي نقطة مهمة في عملية التغيير، وهو عامل الوقت وأهمية عامل الوقت في إحداث التغيير في جسم الأمة. وهنا أعتبر أن ما حدث في العالم العربي يمثل انتصارا للقضية الفلسطينية وانتصارا لفكر المقاومة ومدرسة المقاومة في القضية الفلسطينية، لأننا عندنا في القضية الفلسطينية مدرستان، مدرسة تركن إلى أن هناك نظام دولي لا يمكن التغيير معه، ومدرسة أخرى تنظر إلى حال التصبر والتصابر للنظر في حال تغيير سيتغير في الأمة. وها قد جاءت الأحداث لكي تنتصر إلى فكر الذي كان ينتظر حال التغيير، لأن القضية الفلسطينية عليها مؤامرة دولية وهناك توافق إقليمي اجتمع على أن تضيع القضية. عندنا حوالي 700,000 عاطل عن العمل اليوم، نصفهم بعد الثورة زادوا تقريبا. هل الحركة الإسلامية مشروع؟ نحن منذ تم الاعتراف بنا أنشأنا مؤسسة للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، جمعت أكثر من 150 من المهندسين والمديرين وأساتذة الجامعة، وعكفوا على صناعة على بلورة وتطوير برنامج اقتصادي، هو اليوم في اللمسات الأخيرة وسيطرح على الناس ليقولوا فيه كلمتهم، لأن الحركة الإسلامية بعد اليوم لن تتقدم للناس بشعارات، وإنما الناس سيعاملونها كما يعاملون غيرها، سينظرون في برامجها ماذا ستقدم للناس من خدمات. فالثورة لم تقم من أجل الإسلاميين، الثورة قامت ضد الظلم والفساد من أجل إقامة العدل والحرية، وعلى هذه الأرضية ستتنافس البرامج وتتنافس الجماعات. حيث هناك رسالة الثورات وجهتها للحركة الإسلامية، الحركة الإسلامية تتمتع بولاء واسع، ولكنها ستختبر على أرضية الواقع، على أرضية مشكلات الناس، ماذا ستقدم لهذه المشكلات. هذه الثورات أرسلت أيضا رسالة للعلمانيين، للجماعات العلمانية، أن الحركة الإسلامية خطت في اتجاههم خطوات مهمة، إذ أسست لمبدأ المواطنة وأن هذا الوطن للجميع. دولة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة وهي الدولة النموذجية لم تحكم بإقصاء
أي فئة من سكان المدينة، قبلة سكان المدينة على ما هم عليه. وكان من أولى أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في تأسيس الدولة إقامة الصحيفة التي اعترفت بالمواطنة لكل سكان المدينة بمن فيهم اليهود. فالحركة الإسلامية اليوم خطت خطوة في طريق العلمانيين، هل سيبادلونها نفس الخطوة؟ هل سيقبلون بالاحتكام لصناديق الاقتراع لحكم الشعب وأن يمضوا مع حكم الشعب إلى أين إلى حيث يمضي، أم أنهم سيصرون على ممارسة الوصاية على الناس والالتفاف حول مطالب الثورة؟ على كل حال، كما أن الحركة الإسلامية ممتحنة، هم أيضا ممتحنون. رسالة أخرى وأخيرة بظني توجه هذه الثورات إلى المسلمين المهاجرين أو إلى المسلمين في الغرب، إلى الأقليات المسلمة، أن هذه الثورات التي نجحت والتي ستنجح إن شاء الله، ما ينبغي أن تخرج المسلمين في الغرب، لا ينبغي أن تخرجهم عن منهاجهم، عن خططهم، عن خدمة وتأسيس المواطنة، أن يعتبروا أنفسهم مواطنين يعملون لخير البلاد التي هم جزء منها، وأن لا يغتروا كما حصل عندما نجحت الثورة الإسلامية في إيران، أعداد من المسلمين في الغرب يعني ارتفعت طموحاتهم، لماذا نحن لا نقيم دولة إسلامية أيضا هنا؟ فكون نجحت ثورات في العالم الإسلامي أو ستنجح، ما ينبغي أن يخرج المسلمين في الغرب عن طورهم من كونهم مواطنين في هذه الأرض يلتزمون بقوانينها ويعملون لخيرها، ومن داخل تلك القوانين ينتصرون لهذه الثورات، يقدمون لها الدعم، يستثمرون في هذه الثورات، وهذه الثورات يعني ستنتج إن شاء الله دولا فيها شفافية وفيها محاسبة وقضاء مستقل وإعلام حر، وبالتالي أصحاب الأموال يمكن أن يستثمروا أموالهم في تلك البلدان ضامنين بأنها لن تنهب كما كانت تنهب أموال مهاجرين التونسيين مواطنين بالخارج، كانوا عندما يأتون بأموال لتستثمر في البلاد سرعان ما تتسلط عليها عوائل السوء وتنهبها. الآن هناك فرص أمام مواطنين بالخارج وأمام المسلمين في الغرب عامة وأمام إخواننا، هناك فرص في بلادنا للاستثمار وللسياحة الآمنة إن شاء الله، لأن البلد رغم أن فيه بعض فوضى ولكن السمت العام للبلاد يتجه إن شاء الله إلى الاستقرار وعودة الناس إلى الإنتاج، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمن في الزمن لقد صرخت في عروقنا الدماء، نموت ويحيى الوطن، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. حماة الحمى هلموا لمجد الزمن، لقد صرخت في عروقنا الدماء، نموت ويحيى الوطن، فلا عاش في تونس من خانها، ولا عاش من ليس من جندها، نموت ونحيا على عهدها، حياة الكرام وموت العظام. حماة الحمى هلموا لمجد الزمن، لقد صرخت في عروقنا الدماء، نموت ويحيى الوطن.